يا عمر بن سعد، هذا الحسين بن بنت رسول الله يقول لكم إنكم قتلتم أصحابه وإخوته وبني عمه، وبقي فريداً مع أولاده وعياله وهم عطاشا، قد أحرق الظمأ قلوبهم، فاسقوهم شربة من الماء لأن أولاده وأطفاله قد وصلوا إلى الهلاك. يا ابن أبي تراب، قل لأخيك لو كان كل وجه الأرض ماء وهو تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة حتى تدخلوا في بيعة يزيد. ومات خدمة إمام حسين، فقال الأباس قد ضاق صدري، أغادي سينام تنگي ميكنه، سينام تنگ شده و سهمت من الحیات دیگه از زندگی خسته شدم و اريد ان اطلب ثاني من هؤلاء المنافقين، میخوام از این منافقین خون خواهی کنم. فقال الحسين فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء، حالا برو برا بچه ها آب بیار، قليلا من الماء یه ذره آب بیار دلشون خوش بشه. يا أخا، هل من رخصة؟ أخي، أنت العلامة من عسكري، فإذا غدوت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. فداك روح أخيك، لقد ضاق صدري من الحياة الدنيا، وأريد أن آخذ الثأر من هؤلاء المنافقين. فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. چه به فرسن و اخده رو محوب القربه، نیزه رو برداشت، مشک رو برداشت و قصد نحو الفرات رفت زمد بود. كيف استعداد الرماة يا بشر؟ هم على استعداد للقضاء على أي شخص يقترب نحو المشرع. اعلم يا بشر أن الحسين وأخاه قادران على الوصول إلى المشرع، فكن مستعدا. بالطبع يا سيدي، نحن على أتم الاستعداد. سيدي العباس، إنه يتقدم. ماذا قلت؟ العباس قادم نحونا؟ لا لا يا سيدي، إنه يتقدم نحو المشرعة. المشرعة. أخيرا قرر العباس جلب الماء بنفسه. ماذا؟ يجلب الماء وأين رجالنا عنه؟ لا تقلق يا شمر، لقد وضعت 4000 مقاتل تحت إمرة عمرو بن الحجاج لحماية المشرع. تبهي 4000
ممن كانوا ممثلين بالفرار شاهدا نفر مهاجر الجن ورموه بالنمار شروع کردن علمدار حسین و تیر باران جنده خیر و مبال لدال کنجم بدون این که براش اهم بیان داشته باشه وارد فرات شد انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي